السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نزال نتكلم عن سورة والنازعات غرقا. ذكر الله تعالى في أولها أحوال الملائكة، ثم ذكر الله جل وعلا أحوال يوم القيامة والنفخ في الصور، ثم ذكر ربنا جل في علاه موسى عليه السلام وبعثه إلى فرعون، ثم ذكر الله تعالى خلقه للسماوات وأن خلق السماوات أكبر من خلق الناس، ثم بين الله جل وعلا أن من كذب بالرسالات وكذب بالآخرة وكذب أن هناك رب معبود سبحانه وتعالى ولم يتقرب إلى الله جل وعلا ولم يقم بما خلق من أجله من العبادة، بين الله تعالى حاله فقال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يوم القيامة يؤتى بجهنم، لما يحشر الناس يؤتى بجهنم أمامهم تقاد لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها من عظمها، نسأل الله العافية والسلامة. برزت الجحيم، برزت يعني أظهرت، كما تقول للشخص المختفي أبرز أمامي، تقول لي مثلا الشخص الآخر أبرز السيف يعني أظهر السيف. برزت الجحيم، أظهرت الجحيم لمن يرى، للناس الذين يرونها، والكل يراها يوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى أحوال العباد فقال: فأما من طغى، هذه الطائفة الأولى، طغى يعني ظلم وجاوز الحد، فظلم الناس، ظلم نفسه، ظلم جاره، ظلم ولده، ظلم نفسه ربما بتركه للصلاة، ظلم نفسه بوقوعه في الشرك، ظلم نفسه بحلفه بغير الله، ظلم نفسه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، لأنه رغب في الحياة الدنيا ومتعتها ولم يفكر في الآخرة، وقع في الطغيان. الزنا طغيان، شرب الخمر طغيان، الكذب طغيان، أكل أموال الناس بالباطل طغيان، النوم عن الصلاة طغيان، ظلم الزوجة الأبناء الجار، كل هذا طغيان، لأنه إذا فعل ذلك طغى، فمعناه أنه رغب في الحياة الدنيا ولم يفكر في شيء اسمه الآخرة. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هي المكان الذي يأوي إليه، الذي ينتهي إليه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الذي خاف مقامه بين يدي الله، خاف قيامه بين يدي الله، خاف عظمة ربه، مقام ربه، كلما أراد أن يصنع شيئا قال: والله إني راغب أني أنام عن الصلاة، أنا نفسي تميل إلى هذه المرأة، أنا نفسي تميل إلى هذا الخمر، أنا نفسي تميل إلى السرقة، أنا لكني أخاف الله رب العالمين، أنا أخاف مقامي بين يدي الله، أنا أخاف مقام الله، جلالة الله، عظمة الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب متى يكون هذا؟ يكون يوم القيامة. طيب متى يوم القيامة؟ علم الله تعالى أنه إذا أخبر العباد بهذه الأحوال أن بعضهم سيقول: طيب متى يوم القيامة؟ متى يأتي يوم القيامة؟ فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. كأن الساعة سفينة في البحر، يسألون يقولون: متى ترسو هذه السفينة؟ متى تستقر هذه السفينة؟ يسألونك عن الساعة، عن يوم القيامة، متى يأتي، متى يرسو، متى يثبت، متى يقع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ثم قال الله: فيما أنت من ذكراها. ما الفائدة أنك تذكرها لهم؟ إلى ربك منتهاها. أمرها وشأنها ونهاية أمرها ونهاية تحديد وقتها إلى الله تعالى، إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها، الإنسان الذي يخاف الله ويخشاه ويخشى متى تقوم الساعة، هو الذي سوف ينتفع بإنذارك، ينتفع بتخويفك. هذا معناه.
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يعني ليلة أو ضحاها يعني كأنهم ما لبثوا 24 ساعة لا كأنهم لبثوا إما ليلة وإما نهارا فقط إما عشية أو ضحاها من قصر ما يعتبرونه لبثوه في أعمارهم. فالحياة قصيرة بجانب ما يقع في الآخرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق، ألقاكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.